مساء الخير من القاهرة والناس ونشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز العناوين. قبول الآخر في اجتماع الرئيس مع قيادات الطوائف الإنجيلية. المفتي: الإمامة والخلافة ليست من أصول الاعتقاد. إحباط تهريب مخطوطات أثرية من عهد عبد الناصر. وحبس المسؤول عن تمويل خلية داعش بالسويس. وإليكم تفاصيل النشرة. تعزيز الجهود الدولية لنشر قيم التسامح وقبول الآخر وإرساء دعائم السلام، هذا ما بحثه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وفد من قيادات الطوائف الإنجيلية من مختلف أنحاء العالم، والذي يزور مصر للمشاركة في احتفاليات الكنيسة الإنجيلية المصرية بمرور 500 عام على حركة الإصلاح الديني وتأسيس الطائفة، وذلك بحضور القس الدكتور أندري زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر. وأعربت قيادة الطوائف الإنجيلية عن تقديرها لمصر في ظل جهودها المتواصلة لإرساء دعائم الاستقرار وقيم الاعتدال في منطقة الشرق الأوسط، وأيضا حرصها على تقديم نموذج للتعايش السلمي بين الديانات، كما أشادوا بجهود مصر في التصدي للفكر المتطرف. على جانب آخر، قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إن مفاهيم الإمامة والخلافة التي يتبناها المتطرفون ليست من أصول الاعتقاد في الإسلام، وأنها مجرد مسألة كلامية، مستشهدا بما قاله في هذا الصدد العالم الجليل محمد بخيت المطيعي مفتي الجمهورية الأسبق في مؤتمر الأزهر منذ 91 عاما. وأضاف المفتي خلال افتتاح دورة تدريب أئمة الأوقاف بمسجد النور بالعباسية أن التجربة المصرية لها خصوصية في التوفيق بين الشريعة والقانون المدني، بداية من عصر محمد علي باشا. إنقاذ تراث الزعيم الخالد: فقد أحبطت جمارك العتبة التابعة لقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب نيشان ومخطوطات أثرية من عهد الرئيس جمال عبد الناصر داخل طرد شخصي قبل شحنه لإحدى الدول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك. ويحتوي الطرد على خنجرين وحجة شرعية وبرواز بداخله خطاب موقع من عبد الناصر يعود لعام 1958، فضلاً عن كتب أجنبية ومجموعة من المجلات المصرية، وكذلك نيشان على شكل نجمة مكتوب عليها عبد العزيز خان ملك الدولة العثمانية، وجوازي سفر باللون الأحمر. أمرت النيابة العامة في السويس بحبس مسؤول تمويل خلية داعش بالسويس 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وكانت مأمورية مشتركة من قوات الأمن وضباط الأمن الوطني قد ألقت فجر الأحد القبض على المتهم الذي يعمل مديراً بإحدى شركات الصلب بمنطقة الأدبية، بعد أن أكدت التحريات تورطه في تمويل العمليات الإرهابية وتوفير الدعم المادي لشراء المواد المستخدمة في صناعة العبوات الناسفة لاستهداف عناصر الجيش والشرطة. إنجاز جديد: فقد فازت نورة الشربيني المصنفة الأولى عالمياً ببطولة هونغ كونغ المفتوحة للسكواش بعد تغلبها على زميلتها رنيم الوليلي بثلاثة أشواط نظيفة، لتحقق نور بذلك اللقب للمرة الأولى في تاريخها. وكانت بطلة مصر في العالم قد أقصت نوران جوهر حاملة لقب النسخة الماضية من الدور ربع النهائي، قبل أن تحقق فوزا صعبا على الإنجليزية لورا ماسارو في نصف النهائي. ودراما الدكتاتورة العجوز: فقد أقال الحزب الحاكم في زيمبابوي رئيس البلاد روبرت موغابي من رئاسة الحزب، مع تعيين نائب الرئيس السابق إيمرسون مننجاجوا رئيسا جديدا للحزب، فيما أكدت مصادر مطلعة إن غريس موغابي زوجة الرئيس والتي كانت تستعد لخلافته تم فصلها هي الأخرى من الحزب الحاكم. ويواجه موغابي مصيرا غامضا في ظل المظاهرات القوية التي تنادي برحيله عن سدة الحكم وتصاعد الاتهامات لمساعديه بالفساد. نهاية النشرة، إلى اللقاء.